بعت صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب فيها سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث سمو رئيس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى المهندس يحيى ولد حندمين رئيس الوزراء الموريتاني، عبر فيها سموه عن خالص أمنياته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية وللشعب الموريتاني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.